جولة على أبرز محطات الفنية والثقافية من بعد ما قدم على مدى ليلتين زميل ميلاد حتشيتي بيستعيد عرض عمله التحفيزي يلي حمل عنوان صار وقتها أو The Moment. عرض هو الأول من نوعه، بيحكي عن عيش اللحظة بطريقة إيجابية. الإخراج هو لداني بستاني، والعروض الثانية رح بتكون ب 13 و15 أيار على مسرح الجميزة، والبطاقات موجودة بليبراري أنطوان. منتابع مع أخبارنا بالمحطات الراقصة أمسي بعنوان Untitled I Will Be There When You Die. المحطة الثانية لمصمم الرقص والراقص أليساندرو سياروني، الموعد 28 نيسان الساعة 8:30 على مسرح المدينة. من المحطات القريبة محطة مع الكوميدي نمر بونصار، بأمسي بقدم خلالها ستاند اب كوميدي جديد لإله، والموعد ب 30 نيسان الساعة 8 المساء بالبيال ببيروت، ومنشوف نمر بونصار. It's been quite a day for me today. I don't know how to put this. I had a bit of trouble on the phone today. I don't know. Do you guys speak on the cell phone in this country? You have cell phones? Yeah? Yeah? Isn't it fun to talk on the cell phones these days? Oh, come on, seriously. It's a lot of fun, isn't it? Together. I'm going to do for you now an impersonation of an every... منتابع مع اخبارنا مع العروض الاستعراضيه، تحديدا عروض السحر بعنوان امبوسيبل ماجيك سبكتاكولر، هو عنوان لعرض فرقه واصله من بريطانيا الى لبنان لتقدم من 5 ل 8 ايار عروضها على مسرح الفورم ببيروت، وبرافق هالعروض الغريبه والجديده من نوعها عرض بصري وسمعي. مركز التراث اللبناني بالجامعة اللبنانية الأمريكية بيدعي إلى لقاء حول أمين نخلي صائغ الصناعتين، وذلك بالذكرى 40 على رحيله، بمشاركة الدكتور ميشيل جحال كاتب سمير عطلة، بالإضافة لمقاطع صوتية للشاعر عم بيلقي من قصائده، وشهادات مصورة من كل من سعيد عقل وجدي ملاط ومحمد عبد المعطي حجازي، بالإضافة لمشاركة لمدير المركز الشاعر هنري زغيب. الموعد ب 3 أيار نهار الثلاثاء الساعة 6 بعد الظهر بمبنى الجامعة بقريتم. وقد تعاتبنا، عودي فقد عاد الربيع لنا، همس الربيع وغمزه عنا، أنفاسه من منتابع ومننتقل لكل محبي الجاز إلى خبر رح بيكون برعاية اليونسكو وبالتعاون مع حملة متحدون مع التراث. مهرجان بيروت للجاز بينظم وللسنة الثالثة على التوالي يوم الجاز العالمي ببيروت، تزامنا مع إحيائه بعواصم عالمية أخرى، وعلى مدى يومين فنانين وفرق من لبنان رح بيشاركوا، من بيناتهم أفو توتونجيان نهار السبت 30 نيسان الساعة 7، رامي مانداليان وفرقته الساعة 8، ماندي بلوز باند الساعة 9، وإياد سفير اند ذا براود ميوزك سوسايتي الساعة 10. وبتابع المهرجان مع فرق وفنانين آخرين نهار الأحد بواحد أيار، بنبقى مذكر فيه انطباعا. هلا بنسمع أفو توتونجيا. خضراء من لين ومن ناحية نصيب، وبذكر هالنشاط من تنظيم شركة سوليدير. مؤسسة كامل مروي بتدعي إلى حضور معرض بعنوان كامل مروي الذكرى 50 حياته في صور. الافتتاح رح بيكون نهار الخميس 5 أيار بين الساعة 5 والساعة 8 المساء بسوق الذهب بأسواق بيروت، وبرافق المعرض مجموعة من صفحات جريدة الحياة يلي أسسها عام 1946 ولغاية استشهاده عام 1966.
منتابع مع أخبارنا، إضافة إلى محطتين رح بتطل خلالهم ضمن مهرجانات الصيف بلبنان السيدة ماجدة رومي، وقبل هالموعدين رح بتقدم أمسية فنية بجامعة بيروت العربية. الكونسرت رح بيعود ريعه لدعم المنح الطلابية بالجامعة، وبذكر أنه هي رح بتطل ضمن مهرجانات إهدينيات وضمن مهرجانات الأرز الدولية. أما موعد الكونسرت القريب لها رح بيكون بأربعة حزيران 8:30 بحرم الجامعة بالدبية. نسمع من ماجدة الرومي. والله الواحد نعترف أنا كنا منك نغار، أنا كنا منك نغار، أنا كنا منك نغار، أنا كنا منك نغار، وكان جمالك يؤذينا نعترف، نعترف الآن، نعترف الآن. منختم بخبر أخير مع المعارض، وبمناسبة يوم العمال العالمي بيدعي مركز معروف سعد الثقافي إلى حضور معرض تشكيلي بعنوان أياد من ذهب، بيشارك فيه نخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب. الافتتاح نهار السبت ب 30 نيسان الساعة 6 المساء، وبيستمر نهار الأحد والتنين من الساعة 3 بعد الظهر لغاية الساعة 8 المساء بمركز معروف سعد. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على الأخبار والمحطات الثقافية، رح ننتقل إلى أحوال طرقات مع بيارت. معاون رؤوف أبو العز من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير معنا على الخط لنأخذ منه تفاصيل عن حركة السير بهالأثناء. صباح الخير. صباح النور يا هلا. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. تفضل بالتفاصيل عن حركة السير، كيف يعني عم تكون حركة حالياً؟ مرور الصباحية لليوم ناشطة إلى كثيفة، خاصة على مداخل العاصمة. عندنا مدخل بيروت الشمالي عم بيشهد حركة سير كثيفة عم تتراوح ما بين جسر غزير وجسر يسوع الملك، وكثيفة أيضا ما بين أبي سيد بيي وجسر الدورة الكارنتينا. نعم. بالنسبة لبوليفار سن الفيل عم يشهد حركة سير كثيفة على إشارات جديدة الاتحاد خباز باتجاه السلومة، وبتكمل كثيفة باتجاه الحايك نزولا حتى جسر الواطي. نعم. المدخل الجنوبي للعاصمة في حركة سير كثيفة على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي حتى أنفاق المطار، كذلك خلدي الأوزاعي. أما المدخل الشرقي عم بيشهد حركة سير ناشطة من الجمهور نزولا باتجاه السيد. نعم. أما بالنسبة لمحور شويفات الحدث جاليري سمعان، الحركة المرورية كثيفة بهالأثناء. ضمن شوارع العاصمة عندنا حركة مرور كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا ونفق سليم سليم، عندنا كورنيش المزرعة البربير حركة سير ناشطة بالاتجاهين، وأخيرا حركة سير كثيفة من جادة عمر بيهم باتجاه بشارة الخوري تباعا حتى وسط العاصمة. نعم. هيدا فيما خص السير لليوم. نعم. فيما خص إحصاءات حوادث السير. الحوادث الـ 24 ساعة الماضية هن 15 حادث نتج عنهم 21 جريح ووفاة شخصين للأسف. أول شيء العدد كتير مرتفع، يعني عادة نحن معودين بالويكاند. من السائقين أكيد بنطلب ونكرر من السائقين التروي والحذر أثناء القيادة وعدم تجاوز السرعة المحددة على الطرقات. طبعا. وبالنسبة لإحصاءات الرادار. الرادار 800 ومخالفة. من 100 ومخالفة. 660 خلال ساعات النهار و 141 ليلا. نعم نعم. اجمالا هيدا كل شيء لغاية. اوكي السنة. وفي اي تدابير معينة رح بتكون على الطرقات ان كان بسبب صيانة او عادي ما في عنا اي شيء جديد بقى. اوكي. نحن بنتشكرك على وقتك المعاون رؤوف ابو العز وبنتمنى لك نهار حلو. اهلا وسهلا يا اهلا فيك. رح نتوقف هلا مع بريك تاني وبنرجع منتابع اخبار الصباح مع تقارير. نضلكم معنا.